عارف اشكر حاجه ازاي يا انكل؟ انت مش متخيل لما شفت العربيه ردت فيها الروح. اللي هو راجل قال لي ان العيال اللي خدوها كانوا ناويين يفكوها ويبيعوها خرده، يعني لو انت اتاخرت شويه ما كناش لحقناها. الحمد لله، انا مش عارف مجال حياتي كنت هقدر اعمل ايه. ما تقولش كده يا انس، انت ابني، انت زي ياسمين الله يرحمها وشاهد، وحتى الولد اللي اسمه اكرم ده انا بقلق عليه. اكرم؟ انا عارف انك مستغرب ان انا حاطه معاكوا في خانه واحده، بس صدقني يا انس انا ما بكرهش اكرم، ده كان جوز بنتي وابو حفيدتي. سبحان الله، انا اول ما عرفت ان سهر جميله لحد نص الليل تعمدت ان انا اخدها منه، تعمدت ان اخدها منه ولسه بقرص عليه لحد دلوقتي علشان ينصلح حاله، واول ما احس انه هيبقى قد المسؤوليه وهيتحمل انا هرجع له جميله تاني. ما تستغربش يا انس، انا اب واعرف يعني ايه لما اب يتحرم من بنته او بنت تتحرم من ابوها. انا مش ممكن اعمل كده في اكرم ولا في جميله. انا دايما بقول على حضرتك قلبك كبير قوي، حتى كنت بقول لاكرم كده. مش كل الناس بتفهمني زيك يا انس، بس مش مهم، المهم ان الواحد يعمل الصح. انا عايزك الفتره اللي جايه دي تقف جنب اكرم وتساعده عشان يعدي المرحله الصعبه اللي هو فيها دي، ويا ريت تبلغني اخباره اول باول علشان يعني نقرب المسافات بيننا وبين بعض. حاضر يا انكل، اكيد. في حاجه يا انس؟ هو الحقيقه انا مكسوف من حياتي قوي ان انا اطلب منك تاني. ما تتكلم في ايه؟ كنت محتاج مبلغ صغير، بس حضرتك عارف ولاده اميره خدت كل اللي معايا، وحتى لسه ما دفعتش النفقه بتاعت نجوى. الله، ومستني ايه؟ ما تقول عايز كام؟ يعني لو حضرتك تقدر تديلي 2000 جنيه مثلا. اتفضل، ادي 5000 جنيه، كويس؟ يا خبر ابيض، دول كتير يا انكل، اشكرك. عيب تقول كده، انت ابني انس.